حبل الله المتين، من قال به صدق ومن حكم به عدل. القرآن الكريم هو لغة الله تبارك وتعالى في أرضه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا صاحب الأداء المتميز في تلاوته، وابن هذه البلدة الطيب وأهلها، مولانا الشيخ محمد عوض الدبش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وما كان لرسول أن يأتي بآية
لكل أجل كتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار
يعلم ما تكسب كل نفس يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم المكفر لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. نعم لكل أجل كتاب، فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الآيات المباركات التي كانت من كتاب الملك العليم العلام، والتي تلاها علينا قارئنا وابن هذه البلدة الطيب أهلها فضيلة القارئ الشيخ محمد عوض الدبش. أسأل المولى العلي القدير أن يجعل هذا القرآن الذي تلي في هذه الليلة نورا يتقاطر على قبر الحج محمد في هذه الليلة فيكون روضة من رياض الجنة.
وأن يجعل هذه الليلة أسعد لياليه، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن ينقله من مراضع دود وضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. مشاركة واجب العزاء لآل الدبش جميعا الذين يشكرون كل من أتى وجاء ليقدم واجب العزاء. الشكر موصول أيضا في هذه الليلة إلى صاحب الدعوة الكريمة وصاحب الواجب أستاذ عمرو الرفاعي. شاكر أيضا إلى صاحب البصمة الجميلة في عالم الصوتيات الحديثة إدارة البشمهندس محمد الصعيدي والمقيم بالمحلة مركز طنطا بمحافظة الغربية. كما أشكر أيضا أصحاب الصرادق المقام الذي شيد وكمل على أتمم وجه إدارة أولاد الحج عبد الله أبو غنيمة والمقيمين بأبو نجاح الزقازيق بمحافظة الشرقية. كما أشكر أيضا صاحب تراث مولانا الشيخ محمد الليثي إدارة البشمهندس ناصر صلاح وأولاده والمقيمين بمدينة الزقازيق. شاكر أيضا إلى أصحاب الخدمات الفندقية إدارة المتر محمد صلاح والمقيم بقرية أبو طوالة. شاكر أيضا إلى هذا القارئ الذي شرفنا في هذا اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير قارئ الإذاعة والتلفزيون. شاكر أيضا إلى مولانا الشيخ محمد شوقي عبد الصمد. مستمعينا الكرام، وإلى هنا يتوقف بنا الإرسال إلى أن نلقاكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة، وحتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.